يعني صراحة اللي حكينا عنه شوي مبالغ فيه، لأنه عم نجرب نفرجي صورة يلي هي قاتمة حسب ما هي مبينة اليوم بعد 30 أو 50 سنة. هذا ما بيعني أنه بلشنا اليوم نحس بتأثيراتها. ونحن عم نحكي عن كوارث بيئية، كوارث بيئية هي شيء خارج عن المألوف. الخارج عن المألوف بالتغير المناخي أنه ما بقى في انتظام بالفصول، ما بقى في انتظام بتساقط الأمطار، هيدا بتأثر على الزراعة، بتأثر على موارد المياه، بتأثر كمان على الغابات لأنه فترات الجفاف المطولة بتأدي لحرائق. كل هيدي بتغير حياتنا مثل ما نحن بنعرفها، والموضوع بده شوية وعي من الصحافة. أنا بعتبر دور الصحافة كتير ضروري، لأن اليوم إذا وفرنا باستهلاك الطاقة، لأن على طول الوقت مفكر طاقة، مفكر بنزين بترول، ما مفكر بالطاقات التانية البديلة يلي هي ممكن تكون لبنان من الدول يعني اللي منعم عليها الله بالمي وبالشمس يعني بالموارد الطبيعية اللي ممكن انه تنتج طاقة بديلة احسن من كل الدول. يعني انا بتذكر بمرق بالطيارة من الشرق للغرب، بتشوف على مساحات صحراء وجبل اخضر اخر شيء، هيدا من 10 سنين. هلا بتطلع فوق نفس المنظر ما بقى تشوفه، بتشوف انه في بداية تصحر بالجبال بلبنان. هذا موضوع خطير، نحن ما موعدين انه لانه ما بنشوفه، انه بعيد عنا عايشين بالكبسل طبعاً او عايشين بمحيطنا، ننسى يلي برات محيطنا.